بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكافرون كافرين تي سورة لغو مغعابي مكية المكة يكسو دكت وآيات وآيادنا ست آيات آيات يالو اللي حوي وانو سو قارني عشر كيني سيديد بغول يساقاشن يتضباد أنغو هلك أنكب لابينا سورة دي بغول يساقالات أنغو ميش أنكب لابينا. سورة الكافرون كافرين تي سورة لغو مغعابي مكية المكة يكسو دكتي وآيات وآيات هادنا ست آيات آيات يالو لحوي سورة دان انتانان معنى وحاك لها سورة دان سورة المعابدة نوالها أي المخالفة في العبادة عبادة لا يسكو خلافه معاندنا والإرادة سورة الإخلاص وعلها معايا الإخلاص أي كتصنا يسا عبادة إلهي الله سمعية دين توي سيدا قل هو الله مركاسي أسماء ذا سورة الإخلاص أيوة قمتها لكن سورة دان وحي كتصنا يسا إخلاص أو حق الظاهر كأي باد كاوي هي مركزي أي كتصنا يسا لكن سورة دان أو مارتيا سورة قل هو الله أيضا وحي كتصنا يسا إخلاص أو قلبي هي كتصنا يسا شرك قلبي قال لك خالص ياله قفك الله بضوضة اسكو عمل فلا أو اعتقادية ظاهر كيسا يا باد كيسا يا بير نقونا يا كفرق يا منافق لماذا كبير نقونا يا ساس دراد يا ذو حوي منافق يا كافر قلبي سكوم كلمان فضائل إسكالاتها يا جرت سورة دانو وحال لوري مركز إنا يقول لغانتو قرآن كثلوس كيس وحاكالو كميدا مركز قول يا أيها الكافرون تعدلوا ربع القرآن ولا نبو قرآن كربع عيسى يقول لغانتا وحاكالو كميدا نين أيها نبو كله عليه السلام يدر دار مركز هو إقرأ عند منامك مركز جيفانا يسأكتاد أخر قول يا أيها الكافرون أخر فإنها براءة من الشرك شرك بركتة يقول ابن عباس وقرآن كما جرتو لهي قال هذا سورة تنوحوك عرب بضان محايل التوحيد إيا براءة ويشرك لغا بريء هذا وي مركا سواو غاد وحا وكو زيادة حق إخلاص كمركا سكو جروي سيدا سيدا يا علمو مركا وحي سود دكتي جمع أو مشركين تكمدة أيا نبغينا وحي كودهين عليه الصلاة والسلام آلي هذا أنه محمد صندنا لا عابد أنه إله هذا صندان كلا عابدينا سيداسنا مركاسي وحاوي آنو قوة جرنو أو قلوال بمركاسي آلي هذيه ده هلا قدريو سيدا هدان قوان كفارتاهو أي ليهن ديمان كهلا قدريو سيداسي وليه وولي قوضي ليه جران إلا واحد دينو إسلام كهير ما بجرانو لا قدريو ما جرتو إن الدين عند الله الإسلام والإلهي دين كإلهي لك أكتيسا لقرها ليه دين تإسلام كوي دين كالعد الشيكتا وحاوي واحد دينو أو لو اعترافاي أما الدينو ما جرتو كتاب كينا أسقى نسخي وحي كتبه هاي رسول كان عليه الصلاة والسلام أنبياء ذي أسقى مركزا إلهي أنبياء ذي كاللوغي جوجيهيو أسقى أيا مركزا لراعيا وران كان واحد بضنان وكسوه مرني مركز واحد ديم هو الله شيئا كارو أو أن إسلام كهين مجرتوهي عيلا واحد الله شيئا سو نزولك آيادا سيقارا وليد ابن المغيرة يا عاص ابن مائل يا أسود ابن عبد المطلب يا أمية ابن خلف أي رسولك الله كل من عليه السلام مركا سيو حير محمدو كالا ييدا هذين وحاد عابودي سآنو عابودنو أذوغنا وحان عابودينا عابودي هذين أرنتا سان شرككو نغنينا أمر كينا لما أنتي سنة وحاوي سيداس أيانو مارتيا شرككو نغنينا هدي وحاوي وحاد أذيغا أي لاتيمد أدلاتيمد خير وكسو غنيهاي أو سيدا أذو شيغي سيد أو وحان أنغو هاي سنة وكا خير بدنيهاي waxa weeye waa ku shirkoobayna wixii markaas aad maartay la timidna waxbaan ka qaadanayna hadii waxa anagu aanu hayna khayr badan yihiin waxa aad u haysanay waad nagu la shirkoobaysaa waxa aad u haysana waa ka tagaysaa ay dhahayn markaas ilaahay ay suuradaan u soo dejiyay ilaahay markaas wuxuu dhahay qul waxa u tiraa sayidka maxamed kaahu ya ayyuhal kaafiruna kuinaan kaafirinta oo ilaahay ka furtayow la a'budu aabudi maayo anigu xaalada tan la joogo ما تعبدون أحد عابد إنسان وأصنام تاس قل وحأتراه الإلهي يا أيها الكافرون كونا كافرين تهو وجماعة كفارتك مذا أو مركز وحوي لخصيصا يو لكن عاموي لا أعبد عابد ما حارد هذا اللجوء ما تعبدون أحد عابد إنسان وأصنام تاس
walaa antum idinkuna ma tihidiin caabiduuna kuwa caabudaya xaaladda hadda la joogo, maa acbudu anigu waxaan caabudaya kaasoo alla ah. Walaa antum idinkuna ma tihidiin caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu anigu waxaan caabudayo. Walaa ana anigu ma ihi waa xaaladda la joogaa laga hadlay, caabidun mid caabudaya mustaqbalka soo socda, maa cabadtum waxaad caabudaysaan. Aniga hadda waxa weeye xaaladda hadda aan joogo iyo mustaqbalka soo socdaba waxaad caabudaysiin ma caabudaa weeye, idinkana sidoo kale. Walaa ana anigu ma ihi caabidun mid caabudaya mustaqbalka soo socda, maa cabadtum waxaad caabudaysiin. Walaa antum idinkuna ma tihidiin caabiduuna kuwa caabudaya mustaqbalka soo socda, maa acbudu anigu waxaan caabudaayo. ilaahay wuxuu ka ogaaday subxaanahu watacaala inayna dadkan qoladan iimaan uusan ka soo socon. qoladii hadda marka hadalkaa soo jeedisayna wax islaama kuma jirinaa la yidhi, sidii ay noqotay oo xaaladaas la joogane kufaaray ahaayeen, mustaqbalkii dambane sidoodii ayay ku dhinteenaa la yidhi. lakum waxaa idiin sugnaada u dhahowdha ilaahay diinukum diinkiina. diin hadda lama dhahee waxa weeye kamaa tadiinu tudaan weeye, ilaan dadku hadday wax samaystaan oo diinta islaamka ka baxsan oo dhaqama, taasee diintoodiiba ahaa la leeyahay. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaa u tiraahdaa lakum waxaa idiin sugnaadu iska leedihiin diinukum diinkiina oo waxaa shirkiga ah, waliya anigana waxaa ii sugnaado oo aan leeyahay diini diinkayga islaamka. laakiin arrintaana waxay aheedaa la yidhi intaa nabigu calayhi salaatu wasalaam jihaadka la farin, ee jihaadka markii la faray diintiina iska haysa anatayidaan haysanayaa ma aysan ahayne, hadday diinta islaamka soo raaci waayaan waa lala jihaadayaa, saan qur-aanka meelo badan kusoo maran. sidaas u dhahowdha ilaahay subxaanahu watacaala, taasoo markaasi gaalada markaasi ku ah arrin aad iyo aad markaasi cunfi ugu ah oo shiddo ugu ah oon waxba markaasi aan laga gambanaynin. marka casharkeena intaasuu ka egyahay. wallaahi subxaanahu watacaala aclamu. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.